احنا الان متواجدين على مرتفع بطل خلفنا اللي هو القناة الانجليزية اللي فاصلة بين بريطانيا وبين فرنسا، مضيق دوفر او البحر المانش كما يسميه الفرنسيون. المهاجرين اول ما يصلوا المنطقة هذه كيف بيعرفوا انهم وصلوا للشواطئ البريطانية او دوفر، او هي بالاحرى بتبين عن بعد اللي هي دوفر كليفز اللي هي هذه المنحدرات. في السنوات الأخيرة السلطات البريطانية شددت إجراءات المراقبة والتفتيش على الرحلات اللي جاية من فرنسا، سواء على متن السفن أو العبارات أو القطارات اللي بتمر من تحت القناة الإنجليزية الواصلة بين بريطانيا وفرنسا. علشان هيك صار في محاولات كثيرة للوصول للجانب البريطاني على متن قوارب صغيرة مطاطية وقطع مسافة 32 كيلومتر. صحيفة السن البريطانية عملت تحقيق وتوصلت أنه تكلفة عبور الشخص البالغ من الجانب الفرنسي إلى الجانب البريطاني عبر شبكات التهريب فقط بكلف 500 جنيه استرليني. لوحظ مؤخراً وصول أعداد كبيرة من المهاجرين، طبعاً هذا في ظل أزمة كورونا والإغلاق اللي فرضته بريطانيا بين أواخر شهر 3 وأواخر شهر 6، وطبعاً الطقس وهدوء موج البحر في فصل الصيف عامل أساسي. بداية رحلة انطلاق المهاجرين الخطرة بتكون بالعادة من بلدة كالي الفرنسية اللي كان فيها مخيم للاجئين يعرف باسم الغابة، واللي كنت أنا متواجد فيها في شهر 11-2016 أثناء تغطية صحفية في الوقت اللي هدمت فيه السلطات الفرنسية المخيم. واحد من الأسباب اللي دفعت المهاجرين في هذه الفترة بالتحديد للوصول لبريطانيا هي اعتقادهم أنه البريكزيت أي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ممكن يكون له أثر سلبي على قضية اللاجئين واستيعابهم في بريطانيا. وزارة الداخلية البريطانية بتتوقع أنه يصل عدد المهاجرين اللي بيصلوا من خلال القناة الإنجليزية يصل لحوالي 7500 شخص بغضون نهاية العام الحالي. في حالياً حوالي 50,000 طالب لجوء بينتظروا البت في ملفاتهم. في سؤال كتير بيتم تداوله كتير هذه الفترة، إنه هل راح توقف بريطانيا استقبال اللاجئين والمهاجرين بنهاية العام الحالي؟ طبعاً الجواب الأمر مش بهاي السهولة، لأنه في إجراءات جديدة لازم يتم الموافقة عليها وتصدر قرارات وتشريعات جديدة، وبعتقد راح تكون مفاوضات مع الجانب الأوروبي في هذا الإطار. بعض المهاجرين بيصلوا بسلام للشواطئ البريطانية على طول ساحل كنت، والبعض الآخر بيتم انتشالهم أو إنقاذهم من خلال البحرية البريطانية أو من خلال سفن صيد بريطانية. بمجرد ما يسلموا نفسهم أو بيتم اعتراضهم في القناة الإنجليزية بتاخدهم السلطات على ميناء دوفر وبيتم فحصهم واستجوابهم وأخذهم لمقرات إقامة مؤقتة وبيتم توزيعهم على مناطق مختلفة في المملكة المتحدة. حسب وزارة الداخلية طبعا الناس اللي بتصل لبريطانيا كمهاجرين هما من دول مختلفة مثل العراق، سوريا، اليمن، فلسطين، الكويت، مصر، ليبيا، السودان، المغرب، تركيا، تشاد، إريتريا، أفغانستان، إيران وباكستان. بعض المسؤولين البريطانيين مستائين جدا من انتنام هاي الظاهرة في الفترة الحالية وبيطالبوا الجانب الفرنسي بمنع المهاجرين من ترك الأراضي الفرنسية باتجاه الأراضي البريطانية. وزيرة الداخلية البريطانية بريتي بيتيل اللي بتنحدر من أصول أوغندية حكت إنها بدها ترسل قوات البحرية البريطانية لحراسة القناة، وتم تسيير رحلات جوية لمراقبة خليج دوفر. الوزيرة اللي بتتعرض لضغط كبير خصصت منصب جديد وعينت مسؤول تحت مسمى قائد التعامل مع التهديد Threat Commander لمحاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وحيكون دوره التنسيق مع الجانب الفرنسي واعتقال شبكات التهريب.
عمدة مدينة كالي الفرنسية عبرت عن رفضها لتصريحات المسؤولين البريطانيين بنيتهم إرسال قوات البحرية البريطانية للقناة، وطلب جونسون أنه يهدأ ويغير استراتيجية بلده تجاه قضية المهاجرين. سؤال آخر بيطرح حالياً هو شو مصير اتفاقية دبلن الثالثة الخاصة بتنسيق قضايا اللجوء على أرض دول الاتحاد الأوروبي وكشف البصمة؟ بعض المسؤولين البريطانيين أعلنوا أنه بريطانيا راح تنسحب من هاي الاتفاقية وراح تكون غير مضطرة أنها تشارك البصمات والبيانات الخاصة باللاجئين والمهاجرين، وما راح تنتظر مدة زمنية معينة لإرجاع المهاجرين. وزي ما حكى جونسون أنه بريطانيا راح تتفاوض في وضع شروطها مع الاتحاد الأوروبي. وزارة الداخلية بدأت مؤخراً باتخاذ إجراءات ترحيل 20 شخص وصلوا قبل فترة بطريقة غير قانونية عن طريق القوارب بعد ما عبروا القناة الإنجليزية، وسبب ترحيلهم أنه تبين أنهم مقدمين لجوء في دول أوروبية قبل قدومهم لبريطانيا، وهذا له علاقة باتفاقية دبلن الثالثة. ولحتى لحظة إعداد هذا التقرير وصول المهاجرين ضل مستمر لبريطانيا اللي بالنسبة لهم هي الحلم والهدف اللي بدهم يحققوه.